عرفنا الفيديو اللي فات ايه الطرق اللي تساعدنا على نجاح مشروعاتنا التجارية، أكدنا على أهمية التخطيط وإننا ما نصرعش أبدا في بدء نشاط تجاري جديد حتى لو كنا في أمس الحاجة للمال، ولكن تسير الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن أكثر خططنا تنظيما من المحتمل أنها تواجه مشاكل، والمشاكل دي ممكن يكون لينا يد فيها وممكن لأ. عشان كده لازم نتعلم نتوقع سيناريوهات مختلفة للمشاكل اللي ممكن تحصل وتواجهنا، والمشاكل دي بيكون ليها كذا سبب. أول سبب هو سوء التخطيط. سوء التخطيط هنا يعني عدم تحديدك للأولويات بشكل فعال. يعني على سبيل المثال، لو هتبتدي مشروع خياطة جديد، هل الأولوية بالنسبة لك إنك تفتحي أتليه ولا تشتغلي من البيت؟ طيب مين هيورد لك القماش؟ طيب هل سعره مناسب لبدايتك؟ كل دي أسئلة أنت لازم تكوني عارفة إجابتها، لأنها تندرج تحت بند التخطيط، وعدم إجابتك على سؤال منهم ممكن يسبب لك انهيار للبزنس. تاني سبب للمشاكل هو الافتقار للقيادة. لو أنت شخصية مترددة، ده هيخلي عندك ضعف في اتخاذ القرار المناسب لصالح مشروعك، زي إنك ما تكونش عارف مين هو جمهورك المستهدف، أو وضعت الخطة غير مرنة للمواقف والعقبات اللي ممكن تواجهك، أو مثلا تدخل أحد الأطراف لكن بطريقة سلبية فتأثر عليك وتعطلك مشروعك. تالت سبب للمشاكل هو التمويل الغير كافي. كلنا عارفين ان وجود عجز في الميزانية اللي محددينها هيتسبب في عدم قدرتنا على حصولنا على المنتج، ولكن نقدر نتجاوز العقبات دي بتوضيح اهدافنا بدقة، لان الفشل بيجي من تخطيط واهداف غير واضحة. فتوضيحنا للاهداف بدقة هيخلينا نتفادى مشكلة خطيرة زي مشكلة التمويل الغير كافي. رابع سبب للمشاكل هو عدم تطويرك لمهاراتك. لازم تشتغل على نفسك وتزود نفسك دايما بالمعرفة، لانها قادرة تنقل مستوى مشروعك لاعلى بكتير، ولازم يكون عندك الدراية الكاملة بكل عناصر مشروعك، لان ده هيخليك اكثر تنافسية، وكل ما تزيد مهاراتك ومعرفتك كل ما زادت قيمة مشروعك. وزي ما اتكلمنا عن المشاكل اللي بيكون لنا يد فيها، لازم نعمل حسابنا في المشاكل اللي خارجة عن ارادتنا، زي انك ممكن تتعرض للسرقة، فلازم تحترس دايما في التعاملات المادية خصوصا في بداية مشروعك. تاني مشكلة ممكن تواجهك هي الاضطرابات الجوية. كلنا متفقين ان الاضطرابات الجوية قادرة تشل حركة النشاط التجاري لايام ويمكن توصل لاسبوع، فلازم نعمل حساب ظرف زي الاضطرابات الجوية. مشكلة كمان بتكون خارجة عن ارادتنا هي الالتزامات الخارجية. خلي بالك ان عدم توفيقك ما بين شغلك وبيتك قادر يخسرك حاجة منهم، عشان كده لازم تتعلم توازن ما بينهم. لو بتواجهك بعض المشاكل في تنفيذ مشروعك، شاركنا عشان نوصل للتخطيط الامثل وحل المشكلة.